استقبل معالي الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي القسهاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية رئيس جمعية البيارق البيضاء وعددا من أعضاء الجمعية. وخلال اللقاء أكد معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن مملكة البحرين تعتز بتاريخها العريق كحاضنة لمختلف الديانات والمذاهب والثقافات الإنسانية، منوها برؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إرساء دعائم مسيرة التعايش السلمي ورعاية الحريات الدينية في المجتمع، حتى أضحى النموذج البحريني مثالا يحتذى به بين شعوب العالم. من جانبه أشاد راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية بما تمثله مملكة البحرين من نموذج فريد يحتذى في التعايش واحترام معتقدات الآخر وما تلقاه جميع الجاليات في المجتمع من رعاية واهتمام، مثمنا في هذا السياق دور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تحقيق الرؤى والتطلعات الملكية في نشر التسامح والتعايش عالمياً.